أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إطلالة جديدة في برنامجي سمر، الفن الجميل والحس المرهف هو لب سهرتنا في سمر. مشاهدينا من جديد نرحب بكم في هذه السهرة الجديدة ضمن برنامج سمر. ضيفنا ومشهور بحسه الفني الجميل وإحساسه العالي، وكان قد قدم العديد من الأغاني في مواضيع شتى، لكنه كان لافتا أنه ركز على الجانب الإنساني في أغانيه. اسمحوا لي أن أقدم لكم هيثم الحلبي. بارك الله، أهلا وسهلا فيك هيثم، نورنا. بارك الله فيك، انتوا اللي نورتوا، الله يسلمكم. بديش انسى في التقديم كمان صاحب حس فكاهي يعني اكثر من رائع. الله يسلمك، يا هلا. الكواليس تشهد. الكواليس طبعا تشهد تشهد ونص كمان. الله يسعدك. خليني في البدايه هيثم، انت قدمت الكثير من الاعلام، الاعمال عفوا، وكمان انت موجود في الاعلام اصلا، يعني الله يسعدك. تدور في فلك الانسان. ايوه. الفن بحد ذاته بدايه شو بيعني لك؟ الفن الفن هو الدعوة المغناة، الدعوة اللي يعني محاطة بال، يفترض تكون محاطة بالعفوية، محاطة بالصدق، محاطة بالإمتاع. يعني كان بزماناته أحد العلماء بدمشق كان يقول العالم واعظ لكن صوته مو حلو، والمنشد أو الفنان هو واعظ صاحب صوت حسن. جميل. طبعا الفن بشكل عام لغويا لا إشكال في المصطلح، الفن الإنشاد كله واحد. الفن إذا ما لامس هموم الناس في جميع الأصعدة ليس بفن. والفنان اللي ما بيشعر أنه عنده رسالة مستعد يبذل لأجلها مو ماله ولا وقته روحه، هذا مو فنان. شو الرسالة اللي أنت بتحملها طيب؟ الرسالة طبعا أنا أدعي أنني أحمل يعني رسالة أكبر مني بكثير. يعني أنا مع الإنسان أينما كان. الشعوب العربية عاشت سنوات طويلة تحت الاضطهاد، الاضطهاد الفكري، الاضطهاد السياسي، حتى الاضطهاد الفني. يعني أنت حتى تكون فنان ببلد ما لازم يكون عندك واسطة، لازم يكون لك سند، لك ظهر، لازم ما تكون إنسان فري يعني. فإذا ما عندك أجندة معينة ما بترتفع. لكن هي شماعة الفاشل على طول بيقول لك البلد والوضع والأنظمة وال بفضل الله عز وجل في بقع ضوء. هلا هون طبعا مثل ما شايفين في سواد على الأرض، في بقع ضوء هون، في بقع ضوء هون، في بقع ضوء هون. نحن ممكن نكون بقع الضوء في المجتمع المظلم، والشواهد كثيرة. يعني ما شفت إنسان عنده رسالة وجوبه مليانة. يعني على الأغلب اللي عنده رسالة على الأغلب بده يكون آخر همه الفلوس، آخر همه يركب سيارة، آخر همه يكون عنده بيت،
آخر همه، لكن لا يعني أنه اللي عنده معناها سرق ونهب طيب. ونصب، لكن على الأغلب صاحب الرسالة هيثم هو إنسان مضحي. نعم. انظر من حولك، كانت يمكن من أشهر الأعمال اللي أنت قدمتها هي كانت الشعلة الإنسان، أو نعم للشعلة، كانت أولى الأعمال اللي من الفيديو كليبات الأولى، وربما نعم. هو الفيديو كليب نعم. الأول كان هو تقريبا من يعني نعم. يعني هو الفيديو الأول الرسمي نعم الرسمي تمام. صحيح تمام. هو الفيديو الأول الرسمي نعم. اللي خرج لك، وكان بتناول صراحة موضوع أكثر من رائع. قبل ما أتحدث عنه أنا حابب بالبداية أسمع الأغنية منك. الله يبارك. انظر من حولك. أنا جاهز إن شاء الله تعالى. تتفضل على المسرح وتسمعنا أغنية انظر من حولك. الله يسلمك. تفضل. تحياتي. إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني، إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني، أو بكى مؤمن بالهند أبكاني. فمصر ريحانتي، فلسطين ريحانتي، والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني، أو بكى، أو بكى مؤمن بالهند أبكاني. مصر ريحانتي، فلسطين ريحانتي، والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني، أو بكى مؤمن بالهند أبكاني. فمصر ريحانتي، والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أرى بخار بلادي وهي نائية، أويلا أويلا يا قلبي، أرى بخار وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراسان، وأستريح إلى ذكرى خراسان، وأستريح إلى ذكرى خراسان. أينما
ذكر اسم الله. وأينما ذكر اسم الله في بلد في بلد عددت أرجاءه من صلب أوطاني. انظر من حولك وتفكر في نعم المولى وتدبر، هل تحفظ نعمته حقا لتكون بريئا في المحشر. انظر 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 من حولك وتفكر ربي وحبانا أفضالا شتى ورعانا. كم أنعم ربي وحبانا أفضالا شتى ورعانا، نعمته لا تحصى أبدا لو سطي فيها أعواما. انظر انظر من حولك وتفكر في نعم المولى وتدبر، هل تحفظ نعمته حقا لتكون بريئا في المحشر. انظر انظر. أشعرت أخي بإنساني يشكو يتلوع، زوجته أضحت في حزن، فعذاب العيش بها أوجع. والطفلة قد نادت بابا ودموع العين بها تلمع. والطفلة نادت بابا ودموع العين بها تلمع. سألته حوائج مكلفة، لا بال لديه فما يصنع. انظر من حولك وتفكر في نعم المولى وتدبر، هل تحفظ نعمته حقا لتكون بريئا في المحشر. انظر انظر. ولغيرك حق فلتدفع، ومال فقير في جيبك ولغيرك حق فلتدفع. فهنأ في مالك ولتفرح مسكينا نام مسكينا نام ولم يشبع. أنا كنت بستنى مقطع والطفلة قد نادت بابا، الله يسلمك، لأنه كان أكثر مقطع مميز في الفيديو كليب.
حتى أنا كنت بذكر لما كنت بسمع وكنت بعيد هي العربة كيف انعملت هنا. إن العربة كيف انعملت هنا، بس واضح إنه مع مرور الوقت كمان حلوت أكثر، وتحس إنه دائما لامعة متى ما غنيتها بتضلها لامعة، على الرغم من إنه كمان موضوعها حساس بيلامس يمكن يعني أكبر شريحة من الناس، بيلامس كل مصائب الوطن العربي. صحيح. كل مصائب الأرض وبالذات الوطن العربي. صحيح. وبالذات يعني البلدان التي اشتهر عنها الإسراف، يعني الإسراف في الطعام، في اللباس، في الغذاء، في كل شيء. موضوع الفقير موضوع. نعم. انظر من حولك وتفكر في نعم المولى وتدبر. إيه؟ هل تحفظ نعمته حقا لتكون بريئا في المحشر؟ هو مال فقير في كم أنعم رب كم أنعم ربي وحبانا أفضالا شتى ورعانا نعمته لا تحصى أبدا هي لو سطر فيها أعواما. بالدعوة بالتفكر والتأمل. هي كلمات لمين هذه؟ لهيثم. لهيثم. أنت بتكتب يعني أنت كمان؟ أنا بكتب يعني لما بصل لحالة الاحتراق بكتب. فأغلب جل أعمالي بفضل الله كتابتي، أما إنه أكتب إنه شاعر مالي شاعر، لكن لما بصل لحالة الاحتراق بكتب. ممكن يعني تكتب. نعم. هذا السر الوحيد وراء بقاء هذه الأغنية لامعة ما بين كل أغانيك، على الرغم من إنه طبعاً 15 سنة 17 سنة. ما شاء الله صلى زمن والله. السر نجاحها كما قيل إن لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. الزمان كان صح والمكان كان صح والأشخاص اللي اشتغلوا، أنا أصغر يعني أنا الجرم الأصغر بين اللي اشتغلوا، أنا كتبت وأنا لحنت وأنا وزعت وأنا وأنا، لكن اللي كانت أنظارهم على العمل أساتذتي الله يذكرهم بالخير اللي وجهوني بالأصل للفكرة، اللي هن اللي شعروا الفتيل الأول لأنه يكون في هيك عمل. أنا بدي أقول شغلة ويمكن الشباب يعني خاصة المنشدين منهم الله يبارك فيهم، لما أنا كنت غني عن قضايا يقال أنها شائكة أو يقال أنها مين بده يسمع لها، كان بنفس الوقت شو عم يغني غيري، كان عم يغني يدعي أنه يمدح النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أشمل، لكن هذه الرؤية العامة اللي كانت، يعني كان ابتهال الحق عز وجل ومديح النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كان لي نظرة خاصة ولست صاحب، انا مالي صاحب هاي النظره، انا تعلمتها من ناس سمعتها بس هن ما عندهم اصوات ليطبقوها، لكن الله عز وجل يمكن منحني ميزه انه انا عندي صوت فقدرت اطبقها، اللي هي انت اذا بدك تمدح النبي عليه الصلاه والسلام شيء عظيم شيء حسن طبعا، وهذا عمل الاولين ومنهم الصحابه. جميل. يعني انت غني للغني للقيمه الانسانيه كأنك مدحت الحق عز وجل. هو كمان الغناء بالنسبة لك والأغاني كمان الحلوة والمشهورة ما توقفت أصلاً عند أنظر من حولك. في كمان من أجمل ما قدمت أنت وشاهدناها يمكن مع كورال كبير. سلام الله يا سلام الله يا قومي على القرى. كان هذا اليوم تاريخي. كان يوم تاريخي. وما زلت أجني ثماره. ليش كان تاريخي؟ كان تاريخي لأنه كان يعني كان شيئاً في عقر داري النظام السوري يلي هو كان حفل تكريم كبار قراء بلاد الشام، وكان في مدرج الجامعة، وأذكر بواب الجامعة قال لنا لم يذكر اسم الله على هذه المنصة منذ 40 عام. طب لم يذكر اسم الله. طب ضروري نسمع مقطع منها وانت جالس مكانك مكانك تاخذ الميكروفون وتسمعنا. طول النهوة بروفين عليها هاي بس يعني ندرب مع بعض. سلام الله يا قومي على القراء، سلام الله يا قومي على القراء، وحي الله في الشام الربا الغناء، فهيا نحمد الله وننسى قولنا فهيا نحمد الله وننسى قولنا ولكن كيف ننساها أحبائي بذكر الله. لا تحضر لي الكلمات. ما أجملك ما أجملك ما أروعك فعلا رائعة.
هذه شو السر في شهرة تدقيق؟ هذه القصيدة أول شيء كانت مديح للقراء الذين كرموا، وحي الله قرائي وما شادوه من خيري، أبا حسن خليلا سيد البكري والكردي. هؤلاء أسماء المشايخ جلهم انتقل إلى رحمة الله تعالى، إلا واحد أطال الله لنا بعمره، الشيخ كريم راجح، أهديه سلامي من هذا المكان الطيب. جميل. السر كان يعني أن هؤلاء الناس يعني كرموا في وقت لا يكرم إلا فيه إلا الراقصات. هذول أهل الله وخاصته. نعم، أهل الله وخاصته. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هيثم، خلينا نتكلمك في موضوع نظرة الفنان لموضوع الفن بشكل عام. أنت في الفترة الأخيرة، ما حابب أذكر أسماء أبداً أنا في هذا الموضوع، شاهدناك بتنتقد كثير في الفترة الأخيرة، خرجت بأكثر من بث مباشر، تحدثت عن قضية بعينها، لكن أنا بتحدث عن القضية، تحدث بشكل عام عن أخلاق الفنان اللي لازم يتمتع فيها، أخلاق الأشخاص اللي بيقدموا رسالة بالنسبة للناس. أول شيء من المؤسف والمحزن التجارة باسم الدين، حتى في الفن وقبح التجار بالفن بالدين من خلال الفن، يتجلى في يعني أبواق الطغاة. ومن هذه الأبواق من يتغنون في عكس مراد الشعوب وفي عكس مراد أهداف الشعوب وأحلام الشعوب. يعني مثلا أعطيك مثالا، اليوم لما قام الربيع العربي الذي نعتز به، انقسمت الناس بشكل عام يعني بجميع شرائحها، بجميع اهتماماتها، بجميع مجالاتها، من الطبيب للمهندس للفنان للموسيقي، انقسموا إلى قسمين، قسم مع الظلام وقسم مع النور. والرمادي أمره ألعن وأدأربه. يعني منهم حتى يعني الذي وقف مع الظلام ليس لنا يعني ما نفيه، الله يا الله ما بيقول الله يسر له، الله يهديه. تمام. الذي وقف مع النور أول ما سلك بشكل صحيح، وبعضهم كان مغيب تماما عن الإعلام وعن الأضواء وعن فهذه الثورات رفعته. جميل. إلى منصة جميلة. نعم. طبعا أنت كنت من ضمن الأنوار اللي سلطت عليك، لكن كنت منور وما زلت طبعا منور، والأجمل أنه إحنا في هذه الأيام لو سمعنا منك شيء مناجاة لله عز وجل، الله أعتقد حنكون كثير مبسوطين. هو والله الأحداث اللي عم تتوالى، لستنا رمضان ولستنا يعني عم نحاول طيب شو ممكن نسمع؟ شي مناجاة؟ شو عنا؟ يلا. يلا يلا على المنصة. على المنصة، على المنصة. أوكي يلا. جميل عفوك غاية المطلوب، رباه إني غارق بذنوبي، و
وجميل عفوك غاية المطلوب. عيناي غرقى بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب. أنت أرحم راحم وأنت أرحم راحم وأنا الذليل وأنت أرحم راحم ورضاك عني ورضاك عنا ورضاك عني غافر لذنوبي. ورضاك عني ورضاك عني غافر لذنوبي. ربا ربا رباه إني غارق جميل عفوك غاية المطلوب. رباه قد رباه إني غارق بذنوبي أنت غوثي أنت أمني.
لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني، ففي القيامة أرجو السلامة وفي الختامة جنات عني، ففي القيامة أرجو السلامة وفي الختامة على اللي قدمته هيثم، كان كتير رائع. الله يكرمك يا رب. هذه كمان تعتبر تقريب من التراث اللي طبعا التراث القديم الحديث الجميل يعني. صحيح ابو الجود سرمين الله يحفظه كل فتره بشكل جديد، لكن يبقى اللحن كما هو في عاده تمام. الاهم من اللحن الروح التي انتقلت من جيل لجيل. صحيح هذا الخلود النادر. خليني أتكلم معك فرصة أنه أنت إيش رأيك في الفن اللي يقدم اليوم مقارنة بزمن العمالقة؟ لو قارنا أنه شو يعني شو 90% منه ليس بفنا، لا يقع عليه فن أصلا. يعني هو إما فن مبتذل أو فن، مشكلتي صريحة أنا ولا أدعي الكمال، لكن يعني نحن نحاول أن نقترب من الأصح والأفضل والأنجع والأنجح والأكثر تأثيراً في هذه الساحة التي ظلمت من أهلها، من الذين محسوبين عليها أكثر من الأعداء. يعني عندما يقال مثلاً الفن الهادف والفن الهابط، لا يوجد فن هادف ولا يوجد فن هابط، يوجد فن له هدف. كله يقول لك الفن الهادف كله له، يعني كل لنا له هدف، ان كنا يعني ان كنا صلحاء او كنا والعياذ بالله. وين الفرق؟ لانه انت في بعض المقابلات كان واضح انه لك نظره معينه في موضوع الفن يعني بشكل عام. انا اكره كلمه النشيد الهادف، واعترض كثيرا على من يستخدمها. لا يوجد يعني لا يوجد شيء بالكون اسمه فن هادف وفن غير هادف. يوجد فن حقيقي يعني وفن غير حقيقي اصلا. مثلا اذا اتينا للعنب، العنب مطلق الاشياء في الشرع الاسلامي مباح. عندما تدخل الانسان بالعنب وصيره خمرا، لا ناتي ونقول العنب مباح ما لم يكن خمرا. قلت لهم على مقابله في قناه الجزيره، قلت لهم انا لا ارضى، او الفن البديل، هي اللي بتهز لي بدني تمام، وكأن أنت قلت لهم أنا لا أرضى أن أكون العجل الخامس في أسفل السيارة، ولا أرضى أن أكون المقود، أنا لا أرضى إلا أن أكون أنا السائق. الفن البديل، شو البديل؟ شو أنا استبني عندك؟ أنا مالي بديل، هم بدلاء الباطل، هم يعني بدلاء العهر، هم فداء في النهاية. أنا لا أتكلم عن الإنشاد أستاذ، نعم في النهاية أتكلم عن الفن بشكل عام. يعني ممن حسب على النشيد ومن حسب على المغني. مسألة الرسالة إذا كانت نعم سامية فنتكلم نعم عن فن، إذا نعم ما كانت فن غير سامية ليس بفن يعني أصلا. ليس بفن ليس بفن أصلا. منذر سرميني، طالما بنتحدث عن العمالقة، نعم أبو الجود نعم. إيش بيمثل لك أبو الجود؟ أبو الجود يعني داعية صوته حزن، داعية صوته، كما قيل عن الشافعي شاعر غلب عليه فقهه أو غلب عليه كذا. فأبو الجود يعني داعية، لكن يعني اشتهر بالنشيد. أنا لا أعتبره إلا داعية وأستاذ بصوته وحسه وكلماته وكل ما يمتلك. هيثم، أنت على غرار أنه أنت اكتشفنا أنك بتكتب لما يصل فيك الحال إلى حد معين وبتلحن كمان أنت طبعاً. وبتغني طبعاً، يعني هو الملكات هي سبحان الله، الله عز وجل أكرم فيها بحكم عملي في الميديا يعني في نعم الإنتاج يعني. فإحنا سمعنا شيء من كلماتك ومن ألحانك ومن غناك. في لك جانب آخر متعلق بالميديا، ذكرت أنت هلا أنت كمان مخرج يعني. الله يحفظك يا رب. بشكل عام يعني عن هذه النقطة في حياتك الفنية، لأنه يعني جزء من الفن يعني بالمناسبة. طبعا
يعني هو تطور عندي بعد الحرب التي اندلعت في سوريا وأخذت الأخضر واليابس، فأصبحنا نشتغل على الوثائقيات بشكل عام. من إخراجاتي بفضل الله عز وجل، إنتاجاتي فيلم ليست حربا أهلية، والفيلم الآخر ثوار لا معارضة. بشكل عام يعني محصور الآن يعني عملي تقريبا في الوثائقيات وبعض الفنون الخاصة بالربيع. تنقلت كثيرا بين يعني بين جنبات الميديا، ما بين الصوت وما بين إنتاج المرئي والمسموع. طبعا الكل يعرف دعاية مجانية يعني أمتلك مؤسسة روح لإنتاج المرئي والمسموع، وعمرها تقريبا يعني أكثر من 10 أعوام. نشتغل فيها كل شيء يعني حتى الإعلان التجاري. يعني هذا الخضم جعل مني يعني متعدد المواهب. يعني هذا الخضم أضاف لك شيء على الصعيد الفني في صعيد الغناء؟ طبعا أكيد جعلني أستمر. يوجد اليوم أصوات لا مال لديها. أنا مثل ما يقولوا اللي بيقيد الورقة والقلم ما بيكتب حاله من الأشقية، فأنا بفضل الله عز وجل التي تكلف غيري ليرة تكلفني ربع. فأنا يعني أنا يعني أقرب للاستمرار من غيري. مو ما معي فلوس كثير يعني تفكروا. الحمد لله رب العالمين. ربنا يعطيك إن شاء الله ربنا يزيدك. الحمد لله. هيثم ممكن تسمعنا شيء وأنت جالس هيك شيء موال؟ حابين نسمع شيء دندني يعني؟ مش ضروري تكون محضرها للحلقة، ممكن في شيء يجي على بالك هلا؟ لا هو والله يعني السادة المشاهدين ما إذا بيقتنعوا إذا ما في تحضير أصلا كثير يعني هلا قبل هيك بكم دقائق يعني. فإحنا خلينا نسمع شيء منك هلا. شو ممكن تسمعنا؟ لأنه بعد شوي كمان بدنا نسمع شيء على المسرح. يا لي الله يعين المصور شو بحرك، المخرج عم يسب. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا لي سألني ليه بتحييني لكنه بعد عن حبايبي. الليل نوبة سألني ليه بتحييني تسهر تراقب نجومي وبدري تحييني سهر تراقب نجومي وبدري تحييني تحييني تسهر تراقب نجومي وبدري تحييني قلت بسكونك يا لي قلت بسكونك يا لي سكونك يا ليل
منك يا ليل. ألا حظ نفحة تحييك، ألا حظ نفحة تحييني، ممن هواهم أخذ روحي وانفل عجب. ماماي 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 يا 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 ربي. كلمات تخني بس مو أكثر. ما شاء الله. على فكرة عنده موعد بطل يروح على الموعد. سلطنك حازم كمان. إيه والله حازم ما شاء الله. يعني الله يسلمك يا رب. كان واضح. سلمك. كان واضح. الله يسلمك. برجع بكرر آخر أكثر واحد آخر. غمضت. إيه هيثم. حبيبي. غمضت هيك ورحت أنت في النوم. والله يعني أنا هلأ بصراحة يعني أحكيها بصوت أحمدي. قد المشاهد يقول يعني إنه. يعني الناس عم تتأثر ورمضان و... والله يا إخواني بدي أحكي قصة صغيرة. قال بيقولوا لما هي قصة طبعا غير حقيقية لكن يعني تؤخذ منها العبرة. قال لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كل الشجر الورق تبعه هر نزل هر. حلو هالمصطلح شامي قح. كل الشجر هر ورقه إلا شجر الزيتون. عم عتبوا عليها شجرات البقايا قالوا له يخرب بيتك شو قلبك قاسي كلياتنا هر ورقنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات
يعني شو شو انت حجر؟ عليه الصلاة. شو قالت له شجرة الزيتون؟ قالت لهم شغلة مو بهر الورق بس قلبي من جوا احترق. الله بس قلبي الله. من جوا احترق. طيب ما دامك يعني ذكرت النبي ونمت قبل شوية مع السلطنة وأيها المشتاق لا لا تنم لا تنمي نعم لا تنم روح على المسرح يلا. يلا خلينا على نفس الطبقة اليوم جيت معاك أنا أهلا وسهلا بس ما بدي أغني طبعا لكن بدي أترك المسرح إليك الله يسلمك لأنه المسرح جميل بوجودك عليه وها أنا بدي أتشكرك كثير هيثم الحلبي على حضورك معنا وبتشكر كمان الشباب في الفرقة على الأداء الجميل في هذه السهرة كانت فعلا سهرة رائعة بحضورك ومش هيكون في شيء أروع من أنه نختمها كمان بصوتك أيها المشتاق لا تنم حترك المسرح إليك وأنا كمان بترككم مشاهدينا الكرام في أمان الله ورعايته شكرا على المتابعة أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلام أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلام أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلام عن قريب خير العرب والعجم أي أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلام أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلام عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم عند خير العرب والعجم على بلد المحبوب والدين زاد وجري بالبعد كوين على بلد المحبوب والدين زاد وجري بالبعد كوين على بلد يا نور العين يا طال سير